الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا وكتابك الفقه المنهجي الوديعة وعين الله كبلا وإن علماء الرقاد وحلو يغنى وديع وأه إن قفقوا شيء ليها يقفق لا أمانها نقديبتو أيا ليلة وديع شيء أمانها أنت ليسودي بينا وديع والله إلى هذا تعريف أدواري بحنت وديع هذا هي في اللغة حق اللغة مرك اللغة هذا ليو ترك الشيء عند غير صاحبه ليحفظه وحل إلى هذا الشيء والله قتقو قف يا لها قف أنا هينك تيس الله قتقو وحل قتقو يا رأيتهاي ليحفظه سوء العليو وتطلق على شيء المتروك شيء قال لك تجي قف جام أنا هند لو جاك تجي والله ولا قوالة إلى هذا مشتقة من الودع يا لا كيري وهو ودع وراء الترك واك تجد ورد في الحديث وحق الصاروري لا ينتهي أن أقوام قل يويك تجي أو ويك تشوكسا عن ودع يمكن تجتان قد الجمعات جمعويك أي كتجيان أو لا يختم أن الله أما إلى يحد والدون على قلوبهم قلبي الكود ثم لا يكونون من الغافلين إن أكد من أكوة موقع يكهم من دقندونا والمراد بقوله ودع ما الجمعات أي صلاة الجمعة أي اللو قد تجد وتكرار ذلك منه يكسر نغرشة دارين داسي أي كسر نغريصة وعليه علماء وديعة حق اللغة وحل إلى هذا الشيء قفقي لها قفا نهينا كتيسا لك قتك سوء إلى اليوم وادعيه بمعنى تركيا أيانا كتما واكك تجد لك قتك اليوم حديث قاسانا مرقى اللغة هنا يوسف دريشان يا النبي صلى الله عليه وسلم لا يهي مسلم ورين أيو هكتشو اكسدان قول إياها كتك أيه جمعوينك حديث أي مركة أرندا إدين وأنا جمعوية كتغان وصدح إيا وحي كم إذا أي كتغان لم إذا أي كتغان إلهي قلبي يالكو ذو الدبول إيا كد من غافلين ديك من دقرين وهي في الاصطلاح الشرعي حق الاصطلاح الشرعي أنا تطلق والله إطلاق أيه وديع والله إلى هذا ويراد بها الشيء المودع الشيء عدل وذي عدل والله إلى هذا كما تطلق بمعنى العقد سيد الله يقول لك الله يقول هذا عقد إيه الشيسك وهو الإيداع عقد ونوى إيداع أي ودع ديدا وهذا كاسره هو المقصود في الباب غالبا انت بضا باب كان باب الوديع مرك لك هذا يسيق اللورد وهي بهذا المعنى معناها مرك لقنا وديع وتوكيل وكالش في حفظ مملوك شيء مملوكه قفقه ملك السيئة إلى لندي سعيدك لو وكيشه أو محترم مخصوص أما شيء حرمله أو حرميه مخصوصه خاص يقار له ليه على وجه مخصوص وجه قار الله إراليه أي الله إلى هذا والمراد بالمملوك وحل وقت إذا ما يصح تملكه شرعا وحو أنصح يي رشده شرعيها كالأعيان طاهرة وأعيان دي أشياء طاهرة والمباحة الاستعمال يستعمال قدر بنايه وبالمحترم المخصوص نوح اللوغة جيدا ما لا يسيع تملكه شرعا وحاني من الكنديس شرعيهان انسحين ولكن يسيع وانسحي وضع اليد عليه إنه قفق عندي سطلقه والاختصاص به قارنا لنقضه كالكلب المعلم وأي وحل بريه وكره ومعنى محترم لأي غير مأمور بإتلافه وشيء إلا بابية شرعه إنفر وسنوضح هذا كان وانعدين دونا عند الكلام عن أركان الوديعة مركب وديعة أركان دي ذكها اللين وعليين علماء وديعة مركب استراحة الشرعية أمفق هذا وحيوية قانان أين إري بحندي سأقنو وديعة والله إطلاقا وديعة والله إلى هذا وحنا لو قلت هذا يالله إطلاقا يا شيئا ما نهانت اللي سكوني بيو وديعة والله إلى هذا مره غير قدنا والله إطلاقا معناها وحنا لو قلت هذا عقد يهشيسك
lagu heshiinayo in idaaciye wadaacadigid iyo amaano in shay la isugu dhiibo. Inta badanna waxay leeyihiin baabulwadiica marka ay fuqahadu ka hadlayaan ka loo jeedo loo qasinayaa waxa weeye waa kaa caqdiga ah ee shayga oo keliya maaha, leanno caqdigaas marka loola jeedo ayaa markaa labadii heshiiskaa wadagelayay iyo wixii la isu dhiibanayay wixii oo dhammeeyay soo wada gelayaan. Laakiin haddii la yidhahdo waxa loo jeedaa shaygii la isu dhiibayay, dee markaa axkaamdiisu wax kooban bay noqonaysaa. Marka ma looga jeedo cabdigaana waxay ku qeexeen culimmadu waxay dhaheen waa wakiilasho. Qof baa qof gala wuxuu wakiilanayaa shay uu leeyahay inuu ilaaliyo, ama shay mamluugu leeyahay maahee, waa shay xurmalahu gaar la yahay, shay xurmale oo sharcigu aanu ina farin in la dilo, oo isaga qof gari gaar uu la noqday ilaalindiisa oo markaa laysu wakiisho ayaa la yidhaahdaa wadiica, weliba si gaarana loo ilaalinayo. Markaa mamluug waxaa looga jeedaa wixii sharcigu uu ogol yahay in la milkiyo, ee waan saxayay in la milkiyo la odhan kara qofkaa shaygaasaa milkiyay oo leh. Waa sida cayaanta daahirada waxyaalahan ashyaadan faraha badan ee dee adduunka korkiisa yaalla ee daahirka ah ee in la isticmaalana ay bannaan tahay, hadday marya tahay, hadday weel tahay, hadday lacag tahay, hadday xoola tahay, waxay kasoy tahayba cayaanta iyo ashyaada daahirka ah isticmaalkeeduna uu bannaan yahay oo kale weeye, waayo waa wax la milkiyo sharcigu uu ogol yahay qofka inuu milkiyo. Waxyaalahan muxtaramkee makhsuuskeena waxaa looga jeedaa waxyaalo sharci ahaan aan la milkinin, laakiin qofku gacan ku haynta iyaga la gaar noqoshadaas uu markaa dad kale gaar kale yahay oo loo tixgelinayo, oo haddii laga dilana shay uu leeyahay baa laga dilay aan la odhanaynin oo magdhow aanu ku yeelanaynin. Waa maxay? Waa masalan ay oo kale ay uu waxbaray oo xoolaha u raaca ma guriga u ilaaliyaa, ay waa najisulcayn milki ma galo, laakiin gaar ahaan gaar baad la tahay oo khaas buu adiga ku yahay oo adiga markaa waxbartay oo aduu xoolaha ku raaca aduu zarca ku ilaaliyaa, kaasoo kale iihay isuhayntiisana walow shay aad milkiisadayba ayuu ahaanine sharcigu wuu bannaynayaa. Waxaynu ni weliba waayo muxtaramna waxaa looga jeedaa sharcigu muufarin yacnii in la itlaafiyo oo la dilo. Imika ayga waataynu ku soo maraynay safiina wa khayrul muxtarami sita, waataynu ku soo maraynay alkalbu alcaquur ayga dadcunka ah, kaasoo kale isaga muxtaram lama odhanaye waa maqtuub maamuurun biqatlihi, dilkiisa ayaa layna faray. Hangara layaal iyo abeesooyin iyo hadduu jiirarku yidhaahda iyo ilaali amaba yacni tukayaal, dee yacni waa wax sharciguna faray in markaa la baabiyo oo la dilo. Markaa lama odhanayo waa muxtaram makhsuusa lama odhanayo, makhsuus muxtaram markaa lama odhanayo, laanu sharcigii baa layna faray markaa in la dilo. Markaa waa shayga qofka loo dhiibanayo ee loogu dhiibanayo inuu ilaaliyo. Marka ay noocaa tahay dee magaceedana wadiica la yidhaahdaa xukunkeed iyo axkaamteedana way noo iman doontaa. Waxaa jira wadiico hadda iminka magaca u wadiica laga yidhaahdo alwadaayic albankiya waxaan la yidhaahdo, ee hadda qofku intuu masalan xawaaladaha ama bangiyada ayuu akoun ka furanayaa, dabeetana lacagtiibu halkaa dhiganayaa, ayada taas iyo tani ma isku mid baa? Maya isku mid maaha. Xaqiiqa ahaan iyo xugun ahaan midna isugu mid maaha. Walow xataa magaca wadiicaba ha la yidhaahdo ama alwadaayic albankiya awil masrafiyaba ha la raaciyo ayade, laakiin isku xaqiiqana maha isku xugunna maaha. Waayo wadiicadan waxaynu nidhi waa wax qof loo dhiibanayo si uu ilaaliyo, waxa la socota kuna tasarufi maayo kuna tagrifali maayo, oo waynu arki doonaa waxyaalaha lagu magdhabadee haddaad ku tasarufdo wadiicadii lagu dhiibay waad magdhabaysaa. Lacagtii uu qofkaasi ku dhiibtay intaad warqad ku xidhaabad halkaa khasnada u gelinaysaa,
شيء وكل يتيه الكاساد وقليسة كما يستعمالي سواضو إلا ليسا برقو دورنا واتسين إيسا تاسيوات ريوة وذي عدن لكن لعق تنمك آد بانقي غا ديقر إيسا أما أمل أما الدهب شيل أما تلصوبة ديقر إيسا إمك هذا سادو ديبي سيو أذيقو تاقم ما إنتا لك رفرابا خسنا الدين لقول ريدي أما ما ميتك لوك واقتا إغنايو لعق لبحيبا لو ديبي مرخوا لعق iya shay margaacid kale loo dhiibanayo si uu ku ilaaliyo laakiin uu ku tasarrufay qofyo sidii wadiicadiga hayd kugu ilaalin maayo markay nooc aad tahay walaa wadiica iyo amaanaba dusha ahaan ha uga ekaate waxay leen culimadu wax xaqiiqahan waa qardi iyo amaahin adigu aad amaahinaysa lacagtan xawaaladan iyo bangigan waad amaahinaysaayo isna wuu ka amaahinayaa deetara wuu iskaga shaqaysanayaa marka iyada labdeedu laba qaybood bay u qaybsantaayo mid waxaa la yiraahdaa dee waa xisaab gheyru jaari waa mida waa yacni gheyr istithmaariya waa midaan istithmaariya marka maalgelin lagu samaynaynin waxaana la yidhaha taxda dalab ama alxisaab aljaari baa la yidhaahdaa waa taa iminka haddaad daqiiqad kadib soo laabato haddana waad la bixi kartaa waad qaadanaysaa markaad doontaa waad qaadanaysaa markaad doontaa waad albaxaysaa waa alxisaab aljaari ama waa taxda alalab wax istithmaar ahoo adiga maalgeli oo lagugu samaynayaana ma jirto taasi waa amaahda aad amaahisay wax dulsaarana lagaa siin maayo markaad u baahatana waa lagu siinayaa waana madmuum oo hadday ka gubato haddii laga xado mid walba ninkaa waad ku leedahay midna waa istithmaariya waxa weeye hantidii waad u dhiibaysaa laakiin maalgelin baa lagu samaynayaa lagugula samaynayaa lagula heshiinayaa maalgelindaasi haddii ay dee ay ka badbaada qaababkii markaas aan bannaanayn oo sida masalan dee mudaaraba oo kale ay noqoto oo lena hantida waa lagu shaqaynayaa acmaal mubaaxa baa lagaga shaqaynayaa wixii inooga soo baxana bangiguna intaasu yeelay adayntaasaad yeelanaysaa haddii markaa ay khasaarto oo waxba la wada waayana waxaad leedahay mid jirta raasmaalkaagu madmuun maaha hadday tahay yacni iyaduna waa mid bannaan oo dee waa mudaaramadii aynu ka soo baxnay haddiise lagu yidhaahdo waa bangi waa ku shaqaynaya adigu lacag joogta oo dulsaar oo intaa leeg baad leedahay amaba marnaba adigu raasmaalkaagu isma dhimayo ma khasaaraysi haddii lagu yidhaahdo taasi markaa waxay noqonaysaa mucaamalaadkii rabawiga ahaa ee aan la ogolayn shareecadu aanay ogolayn ayay noqonaysaa markaa saasay u kala duwan yihiin mashruuciyatuha haddaba tan mashruuciyaddeeda alwadiicatu mashruuca wadiicada iyo wax is-amaanaysiinta wax yacni is-amaanaysi u dhiibashadaasi waa mid la sharciyeeyey waqad dalla calaa mashruuciyatihana waxaa tusinaya alqur-aan wasunnat walijmaac qur-aanka iyo sunnaha iyo culimada muslimiinta ijmaacooda faama alqur-aanu faqowlu llaahi tacaala weye ina allaha ilaahay amurku wuxuu idin farayaa an tu-addu lamaanaati amaanooyinka inaa u gudataan ilaa ahliha ehelkeedii lahaa waqowluhu tacaala iyo ilaahay wadaadiisii fa in aamina hadduu aamina bacdukum barkiin bacdan barka kale falyu-addi ladii tumina ka la aaminay amaanatahu amaanadiisii ha guto والأمانة لفظ عام ولفظ عام يتناول وحق آذان يا يوسف هسكليا كل ما استحفظ عليه الإنسان وح الليالي وحق قبق اللي يلاهضه إلالي إيه من دين أو عين شيء عين والإئتمان على العين شيء عينهم مقدسك من الدين هو الوديعة ووديعة وأداوها يعني وحو كذا أن يكون المؤتمر كلا أمين يا وين نقضه موضع حسن الظن من يتمره كآمني مليه سواناقي سواينو مالو نقضايو قفو مركا ولا كم ليسنا يو وينو يهيم دبيتنا وفيحفظو أما فيحفظو أما فيحفظو إلى المركا ما استودع عنده الأكتي سوحي لأمانا ديجي أو تمين عليه لقو آمني ويرده على صاحبه صاحبك سنوو علن والأمر برد الأمانات وحفظها أمر الشرع ونفر يا أما قرآنك أمانوك إلا علي لنا إلى ليو يتضمن وحك سر يا الإخبار كورا بمشروعيتها إلى مشروع تهي وعلي العلماء وذي عدو وامد للشرعيين
شرعيينتيدا iyo banayntedana waxayna tusinaya kitaabka Ilaahay sunnaha Nabiga sallallahu alayhi wa sallam iyo ijmaaca culimada muslimiinta kitaabka laba aayadood ayay inooga soo qaateen aayada koowaad Ilaahay la yahay Allah wuxuu idin faraya muuminiina amaanooyinka ina ahlkeed iyo cid Ilaahay idinku aamintay u gudateen waxa kale ay soo qaadanayna aayada quraanka Ilaahay la yahay hadii muuminiina barkiin barka kale aamino كلا آميني كي آميني أمانتي سي هاو قودو أمانتنا وعلا واللفظ عامه وح الليالي وحي قفق الله إلى هذا إلالي أما الدين هذا أما عيني شيء مقضى هذا بسوق قليا أدو آميني دعين لقو آميني يقفق نواه وذي عداسي أمانة دقا أدو هادونا وح اللوجه قفق ريقف يعني قفق آميني ملوان أكسن وكم ليسن أيوه oo yaani shay ilaalinaya agtiisa lagu wadaacay ama lagu aaminayo qofkiina marka ku soo celinayo marka u baahdo waa inuu yahay hadaba marka ilaahay la yahay amaanooyinka guuta iyo kii marka la aaminay amaanisa u tiyo amaanadii loo celiyo halkaadi de waxay ka waramaysa aqdiga iyo heshiiska hore is aaminida iyo wuxuu si dhimashadaasi inay tahay mid mashruuca وأما السنة فما رواه أبو هريرة وأبو هريرة وري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحجري أدي الأمانة أجد إلى من إيتمرك عدك أمنتي ولا تخن من خانك عدك خيانة سنها خيانين أخرجه أبو داود يا صوصاري والترمذي نو صوصاري ووجه الاستدلالنا بالحديث هو نفس الاستدلال بالآية بالآيتين ونفس دليشي إلا ولا عدل دليشي وقرر وروي وحكر الله وريانه صلى الله عليه وسلم كانت عنده أكتس وحايد ودايع لأهل مكة وذي عين يا مانوين برهير مكة وهي فلما أراد الهجرة مركو دوني أو دعا عند أم أيمن بركة الحوشية وإن أم أيمن بركة الحوشية لورنشري أيو أديبي رضي الله عنها وأمر علي أن أوحفر أن يردها على أصحابها إنو دتكي لها كعليو وأما الإجماع فقد اتفق علماء المسلمين في كل عصر وعيسوا فقد من لدن الصحابة رضي الله عنهم لقصوا بلا بحله صحابة إلى يومنا هذا إلى ما ننتهن على أن الوديعة جائزة ومشروعة وذي عدو إنا يتعمد بنان وشرعي وشرعي حق سنها وحي سوقات علماء الحديث يا أبو داود يا ترمذي وريني أنا أبو هريرة لقى وريني أيوه nabigaanu sallallahu alayhi wa sallam u uray cidii ku aaminta amaanadeeda u gud cidda ku khiyaanaysayna ha khiyaanayn cidan ku khiyaanayn horta khiyaanayn iyadu waa mibaab lawla hatta ka ku khiyaamay adigu ha khiyaamaynin laana khiyaanadu waa ijraam iyo dambi iyo dhaqan xuma weeye marka khiyaanadiisa aadna khiyaamo kare ha kaga abaalinin حديثك مرقى وحا لو دليشان يعني وحا ويا سيدي لبدا عيدود لو دليشان يهو ما دام أولايها النبي أمانا دي عدك هو أمين تيوقود دي إن ليس آمينة أو وحا ليسو دي بتاين مشروع طيبه تسين إيسا وحا قلوا أيضنا لوريي نبي صلى الله عليه وسلم مكة انت أنوك هجرونين دي محمد, محمد الأمين بو أكتو دكاها ودي عوين فربدني أمانوين فربدن بوهي markii isagii iyo saxaabadii de ay ku adkaatay dacwadii iyo diintii ciriirigu kaga yimid reer Makka ee uu hijroonayay mo oranin waa gaalo oo waa ku eysayseen dhibta ku geysay amaanadii iyo waxa uu haysay khiyaane mo oranin wixii amaana uu hayay haweenay umayn min baraka al-habashiyya baraka bin thalab bin amr oo haaski zayd ibn harisa ahayd wiilkii uu jeclaa nabigiisa yaabi uu saamana hooyadii ahayd mawlana uu ahayd rasuulka sallallahu alayhi wasallam ayuu markaa agteedii dhigay calina wuxuu faray waliba amaanadii aan hayay haweenadaas aan u dhiibay adiguna markaa dadkii la gaarsii yani waa diinna noocaas ah xataa dadka ay is haysaan inaad ku xad gudubto iyo inaad khiyaanayso midnaba aan ku ogolayn weeyo marka la ilaaliyo qiyamka iyo akhlaaqda iyo dhaqanka wanaagsan ee diintu leedahay ayaa marka dadka gaalada ah inay ku soo islaamayaan ay raaciyaan laakiin hadii ay marka khiyaanadii iyo beentii iyo qudhunkoodan diga masiibinta ay ku soo sibaysayeen taasi waxay keenaysaa marka
إن دعنا حمد هذا مر كادت جاي دين دي كنا عن أيو قاتن دين ده ريح إنسان نيسات هاي إجماع علماء المسلمين تا وحيلين علماء المسلمين دو عصر كسمين لدن الصحابة الله جسوا بلا الصحابة إلى يومنا هذا علماء المسلمين دا الله يسكو خلاف في مشران إن وديعة إيه وحلا يسكو آمن أو أمانة لا يسود يبتها أي تايم مد بنان مشروعة حكمة مشروعيتها هذا هو حكمة اللو شرعيين وواضح وهذا أن الحكمة من مشروعية الوديعة هي التيسير على المسلمين ومسلمين دو الله فضايدين أيوم وتحقيق مصلحتهم مصلحته دي الدين دو الله حقيقين أيوم ودفع الحرج والضرر عنهم وحويا لباتاء عريس لقد القاضي أيوم فهم في حاجة شديدة باهدرا أي يقبان لأن يستعين إنو كالميسو بعضهم بركود ببعض بركك لحفظ أمواله سيحوري سوقو إلى اليوم وصيانة أمتعته يما ملابتيس إنو دوره فقد يكون من هذا الأركان لدى أحدهم متكو ذلك سمار حوله ولا يكون عنده وقت سران وهان موضع موضع أمين ميل أمينه يحفظه فيه وكو إلى اليوم أو ما يكون نغن عاجزا مثل عجزة عن دفع الأيدي الآثرة عنه قعمها الدنبي لياشاء إنه كدف عابان مركا كرين ويكون هناك هل كان وحا هذا من من عند وقت سحرزم ميل حولها الحرز ويهي لقو إلى لي لحفظ هذا المال حولها ولا يصلى له بنار دب لي هنا ان القرار فلا يجرى احد من السفهائنا مثل هذه ان يعني كو ديرنين ان يقترب من داره دار زين سو دواده او مخزن ام يسور كيس فيستودع ماله مال كيس اي مركا ودي عدغنيا وعلي العلماء الحكمه ودي عدنيين وخ ليسكو امنو لو شرعيه ما هي تاي وعلي العلماء الحكمه مشروعيه الوديعه لقال لي أيه وشدد وحوي فضائدين المسلمين الله فضائدين أيوم إياه مصلحة ده ذي يدنت هذا الله حقيقين أيوم إياه حرج إياه اللي بعطل قد القاضي أيوم محي لدتك حاجية باهي درنا أيه قبان بركود بركة كلاين وكاشدو سمركا دي حوري سوقو إلى لي أربتي سنة أيكتي سوقو بدبادو حفظ إياه سيانة وحوي واصل إلى لي يدوردون أموالي أمتعنا ما الله وحوليك أمتعنا هذا يقول له وادي على أبوي يقولي هي وحي لهم إذا واحد عكرتب لي هاي إن مذو هاي صو ما لي حوله لكن ما الأمنه كو إلى شدة أنه هاي سنين أما با قرقي سمالو كدك تواجر تايم لكن ما أوده إنه قعمها الدنبي لياشا يتوقت يبرع الدييس كعليو ما أوده guriga ismaalo kale dhow yahay laakiin tii tuugto timaaday inay ka qaado ayaan waxba ku aynu ka difaaci karin maayo waxa kale agtii sanaa mid isagu xirsi iyo meel lagu ilaaliyo xoolaha leh dab uu leeyna la kulaalin la yusala lahu binarin erega markay calabtu la yusala lahu binarin ay u jeedaan dab uu leeyna lama kulaalo macna qof loo soo dhawaado maaha qof loo soo dhawaado oo markaa cid doonaysa inay wax yeesho ay u soo dhawaato maaha markaa sabay la yusala lahu binarin dabu leey laba kulaalo marka mid halkana waxa soo dhiyo baqaar ku haysa mid aan dabu leey la kulaalin ahad marka sufahada iyo wax magarad kuna aru soo dhawaan karaan in daartiisa iyo yaani in magxinkiisa iyo soorkiisa marka kaasu wada cadhiganaya u dhiibanaya waqad yakuna ahadu mid kood waxa la arkay inuu noqdo yuriidu safaran mid safar doonaya li qadaa masalihi masalihiisa yaani كودشدوده ولا يأمن وأمن نغن ما يؤن يترك ماله إنه كتغو يوم ما لديه وحاجد سادون الرعاية والشراف استقوى آنو سمينن دا إلى رن إياعد مركا كور هيسا وحي إليه علماته وحد عكرتين قفق استقوى إسكتشو قهل كان ألابتي سيوحي سيسك هيسا إنه صفر بماغو أو دا حاجي باهي وليهي ee soo gudashadeeda inuu markaa doono ayaa dhici karta isla markaana de aan aaminu noqonaynin inuu maalkiisa iyo wuxuu hayeeba ka taga ilaayoon cid u ilaalisay cid u kormeertay mid aanay jirin taasina waxay keenaysaa markaa cid inuu amaano dhigo wakadalika qad yakunu marwa waxa la arkaa qofku inuu noqdo fi suuqi suuqa inuu markaa
يعني كسو غي هيا دعي كرتا فيشتري من السلع بديعوين ايو سويبسا فيشتري من السلع وحسيب سلع ما يحتاج إليه وحبها هي من مواضع متعددة ميلك لقدسا ولا يتمكن من السرطة قالوا نغن ميسو من حمل هذه لم تعلاوي كائن وقاته والتجول بها ينو لو ريقو من مكان ميل لأخر ميلك لو قوريقو فيستودعها وحو وذا يعني من يحفظها لو مذو إلى النية إلى أن يقضي عمله ويندو شغديسا صورنا ميسر يوم وكثيرا ما ينبضن با يغتر الناس سرعا بدعوين اي كيديستان قد لا يحتاجون الا قد لا يحتاجونها الان حد اري لغا يابين انو باهنين وانما يحتاجون لها وباهنيها في مستقبل الايام ما المها سو سودا ولا يجدون المكان الذي يحفظونها فيه ما لي يكون الى شري ان اريهين في دورهم دارهود ونحوها وحي لميده فالحاجة الداعية الحاجة وحي كان سيسا كوا باقيسا في كل ما سبق إلى الإداع وذي عدقية والاستداع وذي عدقية لبكادية دون الدين والله تعالى يقول يريد الله بكم اليسرى إلى يفضي الدنيا للدونية ولا يريد بكم العسرى وليس إلى يدي للدوني ما يو فمشروعية الوديعة تيسير وافضي دين ومنعها دين بير عسر وعليس هو سبحانه وتعالى وحو إلهين الله وتعاون على البر والتقوى وناجى يعب سلا يسوق هالمية ولا تعاون على الاسم العدوان دم يعليتنا يسوق عاوننا وفي مشروعيتها شرعيين تدا تعاون على البر وناجى يسوق هالمية يقصون ومن ومنع باقص ومنع من الاسم العدوان وديد ممركا ليس ديد ودي عدو دم يعليت والله تعالى أعلم وحقر إلينا علماء الحكمة وحا كم ذا وحا الله أركا قفقو إنه سوق السوق له مثلا كما سوق السوق وهين وكره يقبتي بو سوق لي دبيتو انت سو شيء وكره قد سنبو دوني وحلقه هل كان ويلبو كدوني هل كان مريو كدوني هل كان كبو كدوني هل كان فراشو كدوني انت سو مهردود وكره قد سن ايو مدبو وح كدوني هذه مهرد والممر وكيف سنين تأذي وتنقى سارته ولا هو الكي تنقى سو سارته هدنا كبيه هدنا مريه هدنا فراشدي هدنا وحكله ما هو ذي إن واحد أنت وضقات ولا وريج يسوع حكمة دي واحد كان يسوع كم هو الخير ولا أنت هسوى ولا أنت كيف سنة هل كهاي سي يلا إن وقف صمر جاي كيف كم هي مرة ولا هل كهاي دي وانت وحكله سوي بسنة يو ده تمر كل حي وذي بسدو إنه كيد من يكاريون رخصوا صاروا هذانا وصامروا كان كاريون هذانا قال كاريون قارئ يروح راعي مركا وقيس أي كريسة لكن هذا الله إذا تونقون كسيدو إن السوق أخبر حيسد مدو مخاس عريس يدب أي مركا كوا هان يساب مركا تاسنا وامي حكمي كمذا واحد كرو حكمي كمذا ده تكوين فرب دم بي واحد كيد يستانوا يدكتام واحد هذا وباهرين وحيلا أشياء رب ذره إمي كانت استعمالي إنن أياد اسكي يبسلي إساء يود اسكي لغان إساء حده ومباهند لكن حل الدنباء أياد وباهن إساء وحالا أركائنا دويدا ماشي أتكوي لأليسي لكن قف أما قيرش لي أما بخار لأياد شروع أدران كرتو وني ألابتا إنت أتو سنت كانوا مباهني سنت كدنمار وباهن إياه هل خائدك تاسني حكموينك أيها كميتي مركا حاجدي يا باهدي أيها كان إيسا إن مركا قوفك قولا وذي عدقو إنو إلا هذا يهبل يعني شيئا وذي عايقو هاي أما يلامكو وهاي يكين إلهي باقو عري الله فضيد بيدن لدوني عريس لهيد لدوني مايو مركا وذي عادة شرعين دي وفضيدن دين بيدن دي روا عسري وحكرو إلهي لي وحي وناك يعبسي لها يسوك هالمايا وحي دم يعلاتنا يسوك هالماينينا مركا وذي عادة وحكو سوان وناجو يعاون لسو عاون ايو دنبقي حمانتي او ليسو ديدي او ليسكو رساق ايو اياكو تشيرا درسك قيبتي سرالك اينو جوتو والله عرب.